هذه جوج ملاحظات سي الرئيس. اولا بغيتكم باش في المحضر ان تسقطوا ملاحظتين كنقطه نظر في الصباح سمعت كلمه وقال باسم حزب كذا ودابا كنسمع الحزب. لا اريد ان تكون في المحضر انا هنا مع الفرق البرلمانيه ولا مع الاحزاب. انا اناقش الفرق البرلمانيه الاحزاب عندي لقاء سياسي معهم في الشارع في المقرات ديالهم. اذا كنطلب اسقاط ملاحظه جوج الكلمه الصباح اللي قالت باسم حزب كذا انا نائبه غير متسبه. وهنا مسألة ثانية بيان وكذا وكذا يمشي يديروها في المسألة الثانية الأخرى. أنا ما غنجاوبش المحامي حتى قد قوة القانون، ما كاينش محامي حتى قد قوة القانون. ما غنجاوبش السيدة النائبة ديال العدالة التنمية الله قالت إلا عنده مشكل مع المحامي شكون غينوب عليه. ثالثا الملاحظة الثانية بغيت نقول للسيد الرئيس ربما السيدة النائبة المحترمة ما كانتش حاضرة معنا واخا ناقشنا التعديلات ديالها بطلب من فريق الشراكي ومن فريق التقدم للشراكية طلبوا أن نقدم المحامي على الوكيل. حتى الاستقلال تماما. نعم لم يكن فرق اجتهاد يعني ما طبها ثلاثه الاحزاب ما صافي كنسحبها وهذاك راه ثلاثه الصباح فاش دوزنا هذا الشيء مشي عليك اسيدي كنعتذروا لك خلل دماغي زهايمر بركه كاينه اللي بغينا نديروا درنا قدمنا المحامي على الوكيل والنص الذي بين ايديكم سيد الرئيس هو مقدم من المحامي على الوكيل والوكيل في السعوديه سميت ما ناقشوش شكون الوكيل باش يمكننا نفهموا راه ما فيهش مساس اختصاصات المحامي هذاك الشيء غادي ناقشوه قانون المهنه راح تيجي ها هو شيء يكون فوق الطرف وناقشوا قانون المهنه انذاك واش متذكر شنو هي اختصاصات المحامي واش هي المجالات ديالو واش هي الحدود ديالو واش هي سلطه التعذيب عليه واش تشوفوا اللائحه. شكرا سي عبد الله. السيد الرئيس. السيد الرئيس هذا المجلس طبقا للدستور فصل 68 69 وطبقا للنظام الداخلي لا يحق للحكومه ان تتدخل في تداول الذي يقع داخل المجلس طبقا للنظام الداخلي. لا عنده شي حاجه يمكن من الاغلبيه شي واحد يثيرها، اما الحكومه ان تطلب بسحب كلمه او مصطلح او اي شيء من المحضر هذا ليس من اختصاصها. النظام الداخلي ينظم اعضاء ديال المجلس المعني فيما بينهم ولا حق للحكومه ان تتدخل في ذلك. شكرا. فاطمه استاذه نبيله منيب. شكرا سيد الرئيس. اولا نحن بصدد نقاش واحد المشروع اللي هو بالغ الاهميه ولكن كاين بعض التشنجات ولا حتى بعض الملاحظات اللي لا محل لها من الاعراب داخل هذه الجلسه هذه. وانا مع هذا الشيء اللي قال الاستاذ بوانو اننا كنواب الامه يعني في اطار واحد السلطه المفروض فيها اللي هي مستقله لا نتلقى دروس من اي جهه كانت. ثم انه تتكلم هادو غير منتسبون وكانها صبه. حنا مطالبين داخل المجلس بانه الاحزاب وحتى الفرق كيتكلموا كيقولوا حنا في الفريق كذا نحن في المجموعه كذا وهذا الشيء حنا هكذا كنتكلموا السيد الوزير المحترم وحنا كنطالبوا حتى النواب اللي بوحدهم باش يعني يتم تحديد الاسم ديال 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 الاحزاب ديالهم. هذا من ناحيه. فيما يخص الموضوع يعني كيفاش ننقلوا بيان او كذا حنا في بصدد نقاش عمومي مهم وتنظن بانه الساده المحامون والساده القضاه ساهموا بواحد الشكل فعال داخل البرلمان حضروا وحتى خارج البرلمان وتقدموا بواحد العدد ديال الانتقادات لهذا المشروع وشوفوا بينوا المكامن ديال الغموض اللي فيه وهذا كان مساهمه فعاله في هذه العمليات التشريعيه. واليوم الى ذكر واحد النائب بانه راه كاين واحد بيان هذا ماشي مشكل بالعكس حنا هنايا باش نسمعوا المهنيين ايضا وباش نشرعوا بما فيه المصلحه ديال المهنيين وكذلك ديال الشعب المغربي اللي هو غادي يمشي غدا للمحاكم وخصو يلقى الاوضاع ديال المحاكم تحسنت. وفي هذا الصدد فالدور ديال المحامي اساسي ما يمكنش اننا نحيدوا له الدور ديالو هو اللي عنده الاختصاصات وعنده الاليات يعني باش يمكن له يدافع ويوصل الحقوق لاصحابها وليس احدا اخر. وشكرا. ضروري. يلا استاذه فاطمه التامري. شكرا سيد الرئيس. يعني بمناسبة الكلمة اللي تفضل بها السيد الوزير وكيطلب السحب أنا أيضا يعني كنسجل نقطة نظام بخصوص الكلمة اللي تفضل بها في تقديم المشروع في تقديم ولما تكلم على عدد التعديلات وأشار إلى النواب غير المنتسبين. النواب غير المنتسبين ليسوا يعني مجموعة لأنه كنتكلموا على فرق برلمانية ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين وكل نائب أو نائبة فهو يمثل هيئته السياسية وبالتالي يمثل نفسه هنايا وهذا ما تيمكنش لما نقدموا عدد ديال التعديلات أننا نتعاملوا معهم كأنهم مجموعة واحدة والحال أنهم ليسوا مجموعة واحدة كل نائب له صفته شكرا واسمه. شكرا. سيدي الرئيس أولا لا وجود في النظام الداخلي لما يمنع الحديث عن الأحزاب السياسية وهي مؤسسات سياسية
ونحن هنا ننتسب للفائق اشتياك المعارضة الاتحادية ونمثل حزب الاتحاد لاشتياك القوات الشعبية في هذه القبة ونتحدث باسمه في كل مواقفنا وقضايانا، ولا يمكن أن أتناقض إطلاقا داخل حزبي مع قطاع المحاميات والمحاميين الاتحاديين الذين كانوا من الموقعين على هذا البيان. هذه مسألة أولى، ولا يحق لأحد أن يقول لنا أن لا نتحدث عن الحزب، نحن جسد واحد داخل الحزب لا فرق بيننا ونمثله هنا. مسألة ثانية سيد رئيس، ألتمس منكم أن تسحب من محضر الجلسة كلمة السيد الوزير لأنها لم تكن جوابا على الأسئلة أو على التعديلات والتعقيبات الواردة عليها، وإنما كانت نقطة نظام، ولا يحق للحكومة أن تتناول نقطة نظام تخص السيد المجلس. وبالتالي فألتمس منكم السيد رئيس سحب ما تدخل به السيد الوزير من محضر الجلسة، وشكرا. شكون؟ ولكن السي عبد الله عنده راي مخالف لهادشي اللي قلته كامل، وغن عنده الدفعات وفاهم مزيان، وكنطلب منه ياخذ نقطه نظام ويفصل في هذا الامر بلا ما نهضر انا وبناء على الدستور. اعطي لكل واحد حقه السي عبد الله، اعطي كل واحد حقه. صحيح. لا لانه لجات مني انا. لا لا لا، دابا حنا فتحنا واحد القوس، دابا خارج النظام الداخلي وخارج كلشي فتحنا هذا القوس. لا ماشي مشكل، لا ماشي مشكل سيد الرئيس. سيد الرئيس، اولا حنا تقدمنا في النظام الداخلي ودرنا فيه شي حاجه اللي كانت غير عرف ودرناها ورصيناها، هو حق الحكومه باش تدخل في النقاش اللي كيكون داير بغض النظر على تعديلات. هذه التعديلات كاينه في النظام الداخلي ديالنا تدخل، لكن بعض الامور اللي كتهم المجلس، سير المجلس، لانه الفصل 69 من الدستور كيقول يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، الا انه لا يجوز العمل به الا بعد صلاح المحكمه الدستوريه بطبقته، يتعين على المجلسين في وضعهما النظام داخل مراعاة تناقصهما وتكاملهما ضمن جهة عمل البرلمان. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة قواعد تأليف وتسيير الفرق مجموعة النيابية وانتساب إليها والحقوق الخاصة المعترف بها للفرق، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان وجزاءات العام وجزاءات مطبق حالة الغياب، عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها مع تخصيص رئاسة اللجنة أو جلستين معارضة عن الآخر. لا دابا 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 السيد الرئيس، سيد الوزير، لا السيد الوزير، حنا كنتكلموا على التدخل ديالك باش يعني في تصريحات الساده النواب، باش كتقول لهم هذه يسحبوها ولا يخليوها ولا يحيدوها من المحضر ولا لا. هذا حنا اللي، لا هذا اللي كنقولوا حنا، لا يحق لك السيد الرئيس. السيد الوزير هذا ثم حتى الماده الثانيه ديالنا واضحه في هذا الشان، وحنا كننظموا لان هذه كتنظم العمل ديالنا، حنا ما كننظمش عمل ديال المشاركه ديال الحكومه، الحكومه كتشارك معنا، حنا ما كندخلولاش، وإلا نمشيو كناخذوا نقاط نظام واخا عن بعد على العمل ديال الحكومه، ما يمكنش، هذاك هي كديروا واخا كتناقش المقترحات ديالنا ومخصصه جلسه خاصه بها ما كندخلوش فيها لان هذاك السير ديالها. فهنا في وسط البرلمان، في وسط هذا المجلس الموقر، الحكومه تدخل، عندها الحق تاخذ نقاط نظام، عندها الحق تفعل، ولكن ان تطلبها من المجلس من النواب اللي كيصرحوا به يسحبوا هذه ولا يخليوا هذه، هذه من اختصاص السيد رئيس الجلسه وحده. شكرا. بلاتي السيد الوزير، غير بلاتي السيد تويتي بزاف على هذا الموضوع، لانه بدايه ان النظام الداخلي اللي عندنا انه ينظم فعلا ما يروج داخل هذه الجلسه وما يروج بين البرلمان، ولكن الحكومه جزء مما يروج داخل هذه الجلسه، وبالتالي حتى ديك الفكره الاولى على ان الحكومه لا تتدخل بنعت من الكلام في واحد الوقيته، حتى جا النظام الداخلي الجديد اللي عندنا انه يسمح لها، ما عمر القانون يمنع الوزير ان يتكلم، لان الدستور كيقول توازن السلطات، توازن السلطات فيما يخص لا الكلام ولا اي حاجه. ثم هذا المحضر اللي كاين دابا، هذا محضر ماشي غير ديال مجلس النواب، غفير المحضر فيه ما يقال، اش قلتي انت كرئيس فريق، اش قال النواب، واش قالت الحكومه كذلك، هذا محضر مشترك واخا عمل مشترك ما بين الحكومه وما بين مجلس النواب، وبالتالي ما كاينه شي ماده داخل النظام الداخلي التي تمنع الحكومه من التكلم من بدايه رايها في جبدات في شي مساله لا بد تجاوب عليها ولا بد عندها الحق تجاوب عليها، وما كاين حتى شي ماده داخل هذا النظام الداخلي كيمنعها، ما كاينش ماده، ما كاينش